تحية طيبة للجميع مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاصة، والذي سنسلط الضوء من خلاله طبعا ملفات عديدة على طاولة النقاش. سنتناول الانتخابات المحلية والولائية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 27 من شهر نوفمبر القادم، ولكن للأسف المواطن الجزائري شهدناه في الانتخابات السابقة سواء الرئاسية أو البرلمانية شهد عزوف كبيرة. هل تستطيع المترشحين لهذه الانتخابات استمالة المواطنين والذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم واختيار من سيمثلهم؟ طبعا مشاهدينا الأكارم، اليوم المشكلة هي مشكلة قديمة جديدة، أزمة الثقة لا تزال قائمة. فالعديد من المرات ناقشنا هذه القضية وهي أزمة الثقة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأيضا الوزير الأول يدعون إلى أن تكون ثقة بين المواطن والمسؤول، ولكن للأسف البيروقراطية لا تزال تعشعش في الإدارات الجزائرية والخطابات لا تجسد على أرض الواقع. هل المترشحين القادمين لهذه المجالس سيجسدون هذه الشعارات على أرض الواقع وتكون ملموسة بالنسبة للمواطن الجزائري؟ أسئلة وأخرى سنحاول نقاشها أو أن نناقشها من خلال هذا البلاتو رفقة ضيفي الكريمين، الأستاذ السيد حاج هني رشيد ناشط سياسي من ولاية البوليدة. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك سيدي كريم، وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا، ويسعدني أيضا أن أستضيف الناشط السياسي حمزاوي سعد من ولاية البويرة. مرحبا بك سيدي. شكرا لك وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. أبدأ بك طبعا الأستاذ حاج هني رشيد، الانتخابات المحلية على الأبواب، كيف يمكن طبعا للهيئة الناخبة للمترشحين أنهم يستميلوا المواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع؟ هل بالوعود الكاذبة، هل بالخطاب الخشبي كما تعودنا عليه سابقا، أم بالصراحة والشفافية؟ تفضل. لك جزيل الشكر. على كل حال، الانتخابات المحلية على الأبواب. المواطن ينتظر من الإدارة، ينتظر من المنتخبين، ينتظر منهم يعني من غير شيء اللي سبق من قبل. يعني quand il s'agit par exemple نتكلموا على المتطلبات اللي راهو يشوفها المواطن في حياته اليوميه. بالنسبه للاداره، الاداره الجديده يعني كما نقولوا احنا اللي راح يعني تكون عندها الفرصه انه تكون منتخبه على راس الاداره. على كل حال، رؤساء المجالس الشعبيه اللي هما بالدرجه الاولى هم منتخبين، يعني رايحين كما يقولوا رايحين يفوتوا الاقتراع وراح يكون عندهم دور كبير. نعم، هؤلاء المجالس او رؤساء المجالس البلديه اللي تتحدث عليهم، كيف يمكن ان يقنعوا الشارع الجزائري باش يروح يصوت عليه؟ على كل حال، اليوم الشعب الجزائري باش نكونوا صراحة مع بعضنا فقد الثقة في هؤلاء. أكيد. يقول لك قاع يكذبوا علينا، ما كان حتى حاجة على أرض الواقع. يقولوا ندير لكم سكنات، ندير لكم مشاريع، في المقابل المواطن اليوم راه واعي، على باله باللي الصلاحيات تاع رئيس المجلس الشعبي البلدي محدودة، ما يقدرش يدير له سكن، ما يقدرش يدير له. في ظل هذا كيفاش نقدروا نقنعوا؟ على كل حال، رؤساء المجالس الشعبية اللي تعاقبوا على المناصب هذه كلهم يطالبوا بمزيد من الصلاحيات. لانهم مقيدين بقوانين شرعها المشرع الجزائري واعطاها يعني الصبغه ولا الصيغه نتاعها. على كل حال، رؤساء المجالس الشعبي هذو كامل يطالبوا بامور اللي هي تكون تغييريه على مستوى الاداره، لانه رئيس المجلس الشعبي البلدي ولا هذا المنتخب اللي يكون على مستوى الولايه ما عندوش يعني خاتم سليمان في يده. على كل حال، يطلب انه تكون فيه تغيير. التغيير يكون يعني بمزيد من الصلاحيات للممارسة السياسية والإدارية. نعم، ولكن لما يكون عنده ذو كفاءة وذو نزهة هذا الإنسان اللي راه مترشح للانتخابات المحلية يقدر يخلق فرص عمل، يخلق فرص استثمار. قبل ما تجاوبنا على السؤال نعود نقول لك ضيفي الكريم حمزاوي سعد، طبعا أنت ربما في ولاية البويرة تعرف جيدا الكواليس وخبايا هذه المنطقة، كيف يمكن أن تقنع المواطن البويري باش يروح لصناديق الاقتراع؟ شكرا. بادئ ذي بدء، إذا خذنا في مسألة انعدام الثقة أو العزوف أو المقاطعة أو عدم ممارسة الحق الانتخابي أو المشاركة في الحياة السياسية، هذا ليس وليد وليس وليد هذه الساعة، وإنما هو
نستطيع أن نقول أنه منذ فترة زمنية والشعب الجزائري أو المواطن الجزائري فقد بعض أقول فقد الثقة فقد الثقة ولا أقول كل المواطنين أو كل الشعب لأنه مسألة الثقة هذه جاءت لها أسباب والعزوف هذا له أسباب أتى جراء أسباب كان تقدر تتكلم بالدرجة باللغة الفرنسية المهم أنه الرسالة الحق يلا تفضل نعم بارك الله فيك وفيك بارك احنا قصدنا أن نوصل الفكرة للمواطن ونبسط الفكرة حتى يتناولها أي مواطن بسيط على كل حال في إطار بناء الدولة وبناء مؤسسات الدولة وهذه المنابر اللي راح تبنى منابر المواطن منابر الشعب من خلالها راح يمارس حقوقه السياسية وراح يراقب اسمه أعمال الإدارة أو يمارس يعني على كل حال هذا اسمه المجالس هذه المنتخبة راح عبارة عن منابر تمثيلية للشعب يعني الشعب إذا كان في هذه المناسبة إذا قام بتجرأ وهب كبيرة وانتخب ممثليه وشارك في هذه الحياة السياسية وأرشح منتخبي سوف يكون بالتالي قد شارك في صنع قرار هذا البلد. نعم اليوم تتكلم على نقطة مهمة وجوهرية وهي أنه هذا المواطن يكون شريك في الحياة السياسية. نعم ولكن كيف يمكن أنه يكون هذا المواطن شريك؟ اليوم المواطن الجزائري صراحة أصبح لديه ذعر من النظام السابق خاصة النظام البوتفليقي الذي كان الكذب وكانت السرقة وكانت بطريقة مقننة هي ربما الشيء اللي خلى أنه هذا المواطن يكون مطلق عن السياسة. اليوم كيفاش تقدر أنه هذا المواطن تشركه في العمل السياسي وهو راه نافر من العمل السياسي؟ على كل حال هنا نطرح مسألة النضج السياسي لدى المواطن لدى الشعب. إذا هنا لكل أنا الشعب الجزائري ناضج وما زال وهناك من ينضج في الحقيقة وله دراية بالمسائل الجوهرية لبلاده. أنا أظن أن هذا مسألة الثقة فقدان الثقة ليس لا يمس كل شرائح الشعب. هناك فئة فقط تروج لهذه لانعدام هذه الثقة. تحبت تقول بأنه كاين فيه ثقة كاين الناس اللي تصوت فعلا كاين فيه ثقة وكاين فيه إرادة شعبية إرادة شعبية للمشاركة في الحياة السياسي ولكن أزمة رجال فقط. نحن نريد كيف يمكن أزمة رجال؟ ماذا تقصد بأزمة رجال؟ أنه ما فيش ديجونز يقدر يمثلوا هذا المواطن؟ لا أزمة رجال متوقفة على الشعب أن يعرف كيف يختار ويعرف أين يضع أن يضع ثقته في المسؤولين الكفء المسؤولين المؤهلين لاستلام هذه المسؤولية. المسؤولية هذه لا تؤتى لأن كانوا أو بطريقة الشعب. في هذه المرحلة إذا وصل درجة معينة من النضج يستطيع أن يرشح أو أن ينتخب ممثليه الذين سوف يعول عليهم في نعم في واضح تلبية. واضح ضيفي الكريم أعود إليك طبعا الأستاذ هني. يتحدث الأستاذ قال لك ما فيش أزمة ثقة اليوم في الناس واعيين من حيث أنه فيه نضج سياسي والمشاركة في العملية السياسية والعملية الانتخابية. احنا شفنا أنه فيه عزوف في الانتخابات السابقة والأستاذ يعني ربما فيه تناقض في كلامه. كيف تعلق على هذه النقطة؟ أولا بحكم التجربة الميدانية اللي خضتها يعني بصفتي كمدير حملة انتخابية في انتخابات نجوان على كل حال كان فيه عزوف سياسي كان فيه عزوف وحسينا به يعني تمسناه في الأرض الواقع. ولكن ممكن تختلف الأمور ما بين الانتخابات المجلس العزوف عن التصويت أو العزوف السياسي. العزوف السياسي عزوف سياسي هو المشاركة في العملية السياسية. نعم كاين فرق كبير أنه الإنسان ما يشاركش وكاين إنسان أنه الفكرة نتاعه ما تخليش يروح يشارك. احنا اللي تمسناه في الميدان بصفتي كنت مدير يعني حملة انتخابية الشيء اللي تمسته هو عدم تقبل بعض الأفكار من بعض المنتخبين لأنه هذا الشخص اللي ترشح الانتخابات بغض النظر على أنه يكون إدار بغض النظر على أنه يكون عنده كفاءة مهنية بغض النظر على أنه يكون عنده شهادة
يعني شهادة جامعية وعنده الكفاءة ولكن ينقصه الحنكة السياسية اللي هي اللي تخليه أنه يتقرب للمواطن ويقنعه على أساس أنه إطار راه عنده كيف يمكن رغبة الإقناع؟ كيف يمكن الإقناع؟ نفترض اليوم أنه الأستاذ رشيد هني أنه ترشح للانتخابات سواء المحلية أو الولائية القادمة، ما هي الاستراتيجية اللي راح تتخذها باش تقنع هذا المواطن، خاصة المواطن البليدي، باش يروح يصوت عليك؟ ما هي الوعود اللي تقدمها له؟ وشنو هو البرنامج اللي راح تمده له؟ أولا إذا كان المترشح يسباز على الوعود محدود صلاحيات، كيفاش تقولي الوعود؟ واش راح يدير له اليوم لما تروح تهضر مع رئيس المجلس الشعبي البلدي؟ نتكلموا من واقع ومن منطلق الواقع، يقول لك انا ما عندي حتى صلاحيه، حتى انه في لجنه الصفقات نكون كعضو فقط، حتى في توزيع السكنات نكون كعضو. واش عنده؟ يبقى له لاسينيسمو، يبقى له الكليراج، واش راح يدير لهم اكثر من ذلك؟ من هذا الجانب استاذ انا نظن انه رئيس البلديه اللي هو رئيس المجلس الشعبي البلدي لازم يخلق منبع ثروه. ها فوالا، هذه هي النقطه اللي كنا منبع ثروه، هذا اللي يخلقه يأتي عن قناعة ويأتي عن برنامج يسطره في بادئ الأمر. كيفاش أنا اليوم نروح نترشح الانتخابات محلية وأنا ما عنديش في 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 في, في أفكاري ولا يعني مبرمج برنامج اللي هو مسطر اللي نقدر نفيد به المجتمع البوليدي، اللي نقدر نفيد به المجتمع اللي المجتمع البوليدي كعينة، كعينة نحن كعينة يعني نتكلم على 58 ولاية كمثال. على كل حال هذا الممثل الشعب اللي هو في رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته كرئيس مجلس شعبي بلدي لازم يكون عنده برنامج، وهذا البرنامج لازم يكون برنامج مكثف وميداني، موش برنامج حبر على ورق، لازم يجسده. على كل حال احنا عارفين باللي قلنا وتكلمنا على المشكل نتاع الإطار التشريعي، هذا راهو عائق. على كل حال أستاذ هذا راهو عائق في الإدارة، ولكن ماهوش سي با ان فران سا فو دير سي با اون اكسكوز سي با اون اكسكوز بور كو لو بريزيدون دا بي سي ما يخلقش منبع ثروه. على كل حال تختلف البلديات في المناطق النائيه، مناطق اللي عندها هيئه عمرانيه وعندها هيئه صناعيه اللي عندها المورد المالي، نعم، لانه فيه بلديات فقيره وفيه بلديات الله. غنيه اكزاكتومون دونك سي لا سي فو فير اون ايتود، لازم هذا المترشح تكون عنده دراسه ونظرة دراسة ميدانية شاملة على البلدية نتاعو. والنقائص أول حاجة سيغ لو بلان سيغ لو بلان مي 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 اي سيغ لو بلان ا لون تيرم، صافي دير يكون عنده يعني برنامج ابتدائي ومن بعد يكون عنده برنامج متوسط المدى وطويل المدى. على كل حال هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية لما نشوف العزوف نتاع الشباب، والشباب ياخذ فئه كبيره من المجتمع الجزائري. الشباب نتاعنا واش راه يطالب؟ يطالب بالعمل، يطالب يعني بفرص العمل. على كل حال اذا كان قدرنا نوفروا له مناصب كمنتخب، يعني الانسان يكون هذا رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون انسان منتخب ويكون هو حتى هو يكون شاب يعني في مقتبل العمر. نعم. يعني ما يكونش يكون نقولوا من 25 سنه حتى 48 سنه دابري القانون ودابري قانون الانتخابات. مي كونت ان جون اي كومبرون با كو ان جون الى لي ميم ريفيلاسيون، صافي دير الشيء المتطلبات اللي راه يطالبهم هذا الشاب، يعني هذاك الشاب راهو يعني هذا المنتخب راهو عنده يعني حتى هو كان في 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 في, في الفئه العامه والان اصبح مسؤول اداري، يعرف جيدا احتياجات الشباب ويتلزم بها الرغبات. نعم، ولكن للاسف واش تتكلم انت، هذا الشيء ملموس على كل حال شفناه، ولكن لما تروح الارض الواقع يتغير هذا المسؤول حقيقة. اليوم يكون ابن الشعب ولكن مجرد ما انه يعتلي المنصب يغير رقم الهاتف ويولي ما يستقبلش وما يتكلمش. هذه هي المشكلة اللي رانا نعانيو منها اليوم. والله أستاذ في تعليق ربما من طرف الأستاذ، ربما في مسألة صلاحيات رؤساء البلدية والمجالس إلى آخره، هذا اللي اسمه الهيئات هذه اللي هي قريبة من الشعب وتتبنى مطالب الشعب إلى آخره، قد ربما الكثير ولا القليل يردونها إلى مسألة تقيد فيه من ناحية الوسائل القانونية ومن ناحية الصلاحيات. أنا لدي وجهة نظر، ربما تكون في مسألة الرجل المناسب في المكان المناسب، قدرات الرجل والمكان والرجل المؤهل
قانونيا واللي عنده يعني اللي عنده مؤهلات علميه وعنده كفاءه وعنده قدره تجنيد وقدره التكفل بمشاكل الشعب. اذا يعني انت تركز على نقطه انه الانسان يجب انه يكون ذو كفاءه ذو نزاهه ويكون مخلص للعمل ديالو للمواطن. ولو كانت الوسائل القانونيه قد تعيقه او تحدده او كاين هناك صلاحيات اداريه وصلاحيات سياسيه ياخذ قرارات يرفع انشغالات الى الجهه الوصيه العليا الجهه الوصيه ويخبر من وضعوا فيه الثقه بان المساله ليست مساله رجال من مساله قوانين والقوانين سوف نعم. ولكن اليوم مشكله الجزائر باش ما نكذبوش على رواحنا، مشكله الجزائر اليوم ليست مشكل قوانين، الجزائر عندها ترسانه قويه جدا من القوانين. اليوم المشكل اللي راهو صراحه يتخبط فيه الكثير من الجزائريين وهو مشكل تطبيق القانون. احنا في النظام السابق كانت عداله التليفون، كانت بني عميست، كانت المعرفه، وكانت البيروقراطيه هي سيده الموقف. اليوم يتحدثون عن عصرنه قطاع الاداره والعداله وغيره، شيء جميل نثمن هذه النقطه، ولكن اليوم يجب عصرنه ذهنيات من يعمل داخل الاداره، لان البيروقراطيه معشعشه داخل اذهان من يعملون. تروح انت تخرج باش يعني تقول باللي جدك مات ولا شهد وفاه، يعني دوموندي لك عديد الاوراق 20 ورقه. اليوم كيف ذلك؟ هذا يصب في الإطار. المسؤولين، المسؤول اللي ما يعملش في 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 عندما تنصبوا ولا تبوء في مسؤولية كما وما يعملش وما يجتهدش وما يقدمش وما يكونش عنده حب للوطن كما الشعب اللي ما يحبش وطنه وما يتقدمش باش يشارك في الحياة السياسية، ما يحبش وطنه، اللي يحب وطنه يشارك في الحياة السياسية. ثم النتائج شيء آخر، أنه يعتقدون أنه كما يقولوا قضية اختراسي اليوم هما راهم سياسيين يعرفوا واش راهم يديروا، الله يسهل عليهم. عند بعض الذهنيات الجزائريه يقول لك هما راهم سياسيين دوك يدبروا راسهم في بعضهم وهما راهم يخدموا غير في مصالحهم، انا خاطيني. هذا الشيء اللي خلى ربما كاين دي جون اللي يطلعوا في يتقلدوا مسؤوليات مش مسؤولياتهم. فعلا هذا مش راح يخدم، يخدم من باب من منبع انه غيور على وطنه ومسؤول نزيه شجاع ياخذ قرارات من اجل المصلحه العامه ومصلحه ان تكون البلاد واقفه والقائمين على امور البلاد. هم في صدد بناء دوله ودوله قويه ربما سموها الجزائر الجديدة. في إرادة سياسية لمستموها أنتم كناشط سياسي من ولاية البويرة؟ في إرادة سياسية من فيه إرادة ولم تعمير؟ فيه إرادة سياسية ما دام الدولة قائمة والقائمين على زمام الأمور، زمام الدولة هذه ما زالت الدولة واقفة ونراها في المحافل الدولية في المجتمع الدولي. الدولة الجزائرية ما شاء الله سواء في الدور الإقليمي أو الخارجي أو الداخلي، تقصد الدور المتحكمة في الأمور، على الشعب فقط أن يعمل. نعم. سؤال باش نروحوا فاصل إعلاني، ضيفي الكريم من ولاية البليدة. حتى اليوم دائما ربما أصابع الاتهام تروح للمسؤولين وغيرهم، حتى المواطن الجزائري شريك في هذه العملية. لماذا؟ لأنه عزوفه عن صناديق الاقتراع هو اللي يخلي هذه الناس، هذه العصابة كما يسميها البعض، هي من تعتلي هذه المناصب. أكيد. تفضل. على كل حال لازم المواطن اليوم ايضا يكون شريك انه في عمليه التغيير، وحنا يخرجوا للحراك، يخرجوا طبعا احتجاجات، يقول لك مع التغيير لابد انه يكون فيه تغيير سياسي، يكون فيه تغيير جذري، اصلاحات وغيرها، ولكن يد واحده ما تصفق. أكيد. يجب ايضا انك تكون شريك في عمليه التغيير. أكيد. تفضل. اكيد كونت يساجي المواطن اللي هو يعني من باب روح المواطنة الإنسان أنه يشارك في العمليات الانتخابية، لأنها علاش اليوم أنت تعزف على الانتخاب وتقول أنا ما نمشيش لمصناديق الاقتراع وتعارض الفكرة الانتخابات بتاتا يعني من الأصل تاعها، كيفاش راح تبني دولة؟ الدولة راهي قائمة، رئيس الجمهورية على كل حال راه يعني كل يوم راهنا نشوفوا في القوانين تتبدل وتتغير ويمد تعليمات لرؤساء الدوائر ورؤساء والولاة والمجالس الشعبية، ويحاول أنه يمد يعني للمواطن. لكن المواطن في المقابل ولا بد عليه أنه يكون، لازم يكون حاضر. الغياب نتاعو في هذه الانتخابات ما راحش يدينا النتيجة. لازم مشاركة الجميع، لا بد من التحلي بالروح الوطنية أكثر فأكثر، مش مجرد شعارات رنانة.
لا بد على المواطن أنه يساهم في الانتخابات ويشارك في الانتخابات ويثيق في الدولة تاعو. عندنا مؤسسات دولة كما تفضل الأستاذ وقال، عندنا مؤسسات قائمة، رانا الحمد لله رانا يعني دولة بمعنى الكلمة، وعندنا مؤسسات دولة قوية مستنبطة القوة نتاعها من الدستور، وعندها تعليمات تاع رئيس الجمهورية، والحمد لله رئيس الجمهورية راه إنسان منتخب، راه رئيس منتخب من طرف الشعب، والحمد لله يعني مازالت الدولة قائمة بمؤسساتها. لكن هنا وش من هذا المنبر نوجه رسالة للمواطن أنه يشارك في العمليات الانتخابية. اليوم ما يقولش سياسة اختراسي، لا بالعكس، لازم عليه يشارك ولازم عليه يبدي رأيه ولازم يخير شكون اللي ولازم مثله. يخير المنتخبين انت. لماذا؟ لانه لما ما يروحش للصندوق ويختار شكون اللي مثله اكيد راح يلقى واحد اخر غير كفو اللي يهضم له حقوقه. اكزاكتومون، اعطيك صح. واضح ضيفي الكريمين المتواصلون معي في البرنامج، مشاهدينا الاكارم لا تذهبوا بعيدا، فاصل اعلاني ونواصل، ابقوا معنا. تحية طيبة للجميع، نرحب بكل من يلتحق بنا لحظة عبر قناة الحياة الجزائرية. نتحدث طبعا عن الانتخابات المحلية والولائية التي ستجرى يوم 27 من شهر نوفمبر القادم. هل تسهم الانتخابات المحلية في استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وأيضا المترشحين للانتخابات بين الوعود والواقع؟ أسئلة كثيرة تتبادر للذهن مشاهدينا لك، وخاصة بما يتعلق بالتنمية المحلية. ماذا سيقدم هذا الناخب أو المنتخب عفوا، ماذا سيقدم للبلدية؟ يسعدني أن أستضيف الأستاذ حاج هني رشيد، ناشط سياسي من ولاية البوريدة. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك سيدي. والأستاذ سعد حمزاوي من ولاية البويرة، ناشط سياسي، مرحبا بك أيضا. شكرا. أعود إليك ضيفي الكريم. طبعا نتحدث كثيرا عن التنمية المحلية في الولاية، ونقطة مهمة طبعا كنت أثرتها مع ضيفي من ولاية البوليدة، وهي أن الإنسان هذا اللي مترشح للانتخابات المحلية لابد أنه يكون عنده مخطط ويكون عنده نظرة استشرافية بالنسبة لهذه البلدية أو تطلعات وين راح يوصل بهذه البلدية، خاصة أنه بعض البلديات في المناطق النائية هي بلديات فقيرة. كيف يمكن لهذا الرئيس البلدية أنه تكون عنده الحنكة وعنده الجرأة في خلق فرص استثمار في هذه البلدية؟ تفضل. على كل حال، رئيس البلدية الناجح الذي يسمو ببلديته ويستطيع أن 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 يدخل موارد مالية وأن يستغل خيرات الموجودة في المحيط الاختصاص الإقليمي لبلديته، هناك بلديات تختلف من بلدية إلى أخرى، هناك بلديات يعني إذا كان أدرك المسؤول الأول على مستوى البلدية الثروات الموجودة على في إقليم بلديته أو النشاط التجاري أو بعض المرافق أو هناك يعني مصادر موجودة وهناك مصادر قد يخلقها هو كيف ذلك يخلقها مثلا اذا كان فيه مثلا منطقه فيها شباب فيها 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 فرص للعمل فيها 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 نشاطات يعني تطلب يعني انه من مسؤول انه يدفع بها فقط ويقننها يدخلها في اطارات قانونيه ويستدعي ويعرض على المواطنين على الناس. نعم، نتحدث كثيرا عن ذو الكفاءه وذو النزاهه من الذين يترشحون لهذه الانتخابات. هنالك بعض الأشخاص لديه قوة، عنده شخصية قوية جدا، وكما يقولوا بالعامية اللي يخبط الطابلة يدي واللي ما يخبطش ما يديش، هذه العقلية سائدة لدى الجزائريين. لما اليوم المير هذا أو رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون فطن ويكون يعرف القانون جيدا، قانون البلدية، ويهضمه جيدا، لما يخبط الطابلة على الوالي كما يقولوا بالعامية يعطيله البروجي المشروع. أما إذا كان رئيس البلدية هذا راقد لا يعلم القوانين، طالع أو تم انتخابه بطريقة بني عميست وبطريقة العروشية وبطرق شراء الذمم، هنا تلقى أنه لا يقدم شيئا للمواطن. أكيد. ولا يقدم شيئا لتلك البلدية. أكيد. إذن اليوم إذا أراد المواطن الجزائري التغيير لابد أنه ينتخب الإنسان المسؤول ذو الكفاءة ذو النزاهة، الإنسان ذو المستوى أيضا. تفضل. أكيد. اولا الشيء اللي نقولوه في هذا الجانب، رئيس البلديه المنتخب لابد يثبت حضوره، وحضور يعني حضور بقوه، الحضور نتاعو راح يخلي
برنامجه انه يقوم بعمليه تطبيق نتاع البرنامج نتاعو اللي راه مقترح على المواطن بصفته كرئيس مجلس شعبي بلدي منتخب عنده يستمد القوه نتاعو من المواطنين اللي انتخبوا عليه، لا بالعروشيه ولا بابن عميست ولا بهذا فاميلتي ولا هذا بالاقرب الاقربين. يعني هذا هو، هذه هي الحنكه تاع الرئيس تاع رئيس المجلس الشعبي البلدي. انسان ذو كفاءه، عنده حنكة في العمل، عنده عمل برنامج اللي هو مسطر ويمشي عليه على أسس صحيحة. يعني في حالة ما إذا يتلقى صعوبات أو يتلقى يعني عنده مشاكل يعني في الإدارة كالكسوة مع الوالي ولا مع شاف دايرة ولا الشاف دايرة ولا الوالي، ما هم إلا مسؤولين. كيف؟ هو ثاني راه مسؤول. نعم، ولكن هذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لما يكون كما قلت انت عنده شخصيه وعنده الحنكه ويعرف الاجراءات جيدا، حتى رئيس الدائره يولي يدير له قيمه، حتى الوالي الولايه يولي يقيمه. جاء رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلديه الفلانيه، اذا اليوم الامور غير عاديه، على عكس انه بعض رؤساء المجلس الشعبي البلدي اللي يسموهم بساندويتش ولا سيبو مهني. اكزاكتو. تفضل. هذا صدد على كل حال رئيس البلديه، يعني هو النابض والقلب النابض للبلدية. إذا كان قرب من الشعب، من المواطنين تاعو، وقرب كل ما تكون رئيس البلدية عنده الشرعية الشعبية، كل ما تكون عنده قوة. ويركز ثاني كذلك، نركز على نقطة العمل. كان واحد المقولة تقول يصير العبد سيد والسيد عبد متى بالعمل. رئيس البلدية اللي ما يعملش وما بادرش وما يهضمش وما هوش يعني مولي يولي بدوره بصلاحياته ويقرب القوانين ويقرب الفرص، هذه القوانين التي سنت من أجل المواطن، يعني باش يقدر يستثمر حقوقه ولا يمارس حقوقه من خلالها. المواطن شريحة كبيرة لا تعرف القوانين ولا تعرف الفرص، لا تعرف حقوقها من القوانين التي سنت. فهذا المسؤول الأول على مستوى البلدية، ما هو المسؤول، هو الواجب عليه أن يقرب هذه الانشغالات وهذه الإدارة وهذه القوانين من المواطنين، ويعرض عليهم كل الصلاح والمصالح التي تخدم مواطنيه. حبيت تقول كل ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي متقرب من المواطنين راح تكون يقدر يرفد انشغالاتهم للمسؤولين. كي يتقرب معناه الشعب يتقرب منه، وراح يقدم له انشغالاته وراح يصارحه وراح يتقرب مني. ولكن كاين بعض رؤساء المجالس الشعبي البلديه الذين يطلق عليهم اسم بومهني. اليوم رئيس البلديه هذا مثلا المواطنين يشتكون من مثلا نقول على سبيل المثال الاناره، يروح يقولوا له على الاناره، يقول لهم اوكي تو فا بيان، الاسبوع القادم ان شاء الله راح تكون الإنارة. يجي الأسبوع وما كاش الإنارة، هذه ربما هي أيضا اللي تسبب أزمة الثقة. أكيد. إحنا ما قلناش اليوم أن نصارحوا بعضنا. إحنا ما قلناش. ما قلناش. يعطيهم الأسباب ولا الموانع ولا الأشياء اللي تفوق طاقته وتفوق صلاحياته. ولكن في بعض البلديات عنده صلاحيات، مثلا نقدر نقول أنا مثلا أبسط الأشياء بالنسبة للبلدية اللي يقدر يشوفها المواطن والذي من خلاله يلمس أنه فيه تغيير. مثلا نشوفوا إحنايا الإنارة غير موجودة، يقدر أنه رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه بطريقة عقلانية بسيطة يقدر أنه يشوف مثلا رجل أعمال أو كذا أنه ولا بالميزانية بتاع البلدية يشوف كيش يقسموها بالطريقة العقلانية ويديروا الإنارة. مثلا كيفاش يبالي وطريق بالجير فقط، يعني الجير نشوفه باللي يعني سعره زاهي جدا يا خويا، يجي يرطرطور تحس باللي فيه تغيير. اليوم نشوفوا الفوضى، النفايات في كل مكان وكانه شيء لا يعنيهم. تفضل. على كل حال لك الفضل استاذ فيما يخص هذه النقطه. احنا نتكلموا على برنامج تاع رئيس مجلس الشعبي البلدي في انتخابات محليه. نعم. برنامج مسطر عنده اهداف، سي دي زوبجيكتيف، اون بار دي زوبجيكتيف، اما ان تكون واما ان لا تكون. نعم. على كل حال قلنا في يعني تكلمنا في 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 بدايه اللقاء، قلنا انه الرئيس البلديه ما عندوش خاتم سليمان، ولكن يقدر يخلق فرص لاثراء الثروه، يعني كما نقولوا احنا طاقه متجدده في البلديه. نعم. من غير ميزانيه ولا 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 المنح اللي تمنحهم له الدوله عن طريق الاداره. تلقى رئيس بلدية عنده ممكن خمسة ولا ستة عمال ولا عنده 20 عامل،
يخلصهم من 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 ميزانيه الاشتراكات نتاع الولايه. يعني ما عندوش موارد، يعني موارد ماليه ما كانش، يعني ماهيش حاضره. ولكن تلقى رئيس بلديه يخلق الثروه. كيفاش يخلق الثروه؟ انا عارفين بالقوانين ممكن تلزموا شويه وكذا، ويعني عنده بعض الصعوبات، يعني ما نطيحوش على رئيس البلديه نقولوا هو لا، كاين امور تضبطوا. ولكن رئيس الجمهوريه مؤخرا اعطى صلاحيات، وراو يحاولوا، يعني ما حتى المشرع راه يحاول انه يكون فيه تغيير في قانون البلديه. الشيء اللي نقولوه هو انه رئيس البلديه لازم يكون انسان محنك، لازم يكون ذكي. كيفاش يكون ذكي؟ يعني كيفاش راح يخلق مصادر الثروه في البلديه؟ ممكن انه يستغل محلات تجاريه، ممكن انه يستغل ذات طابع تجاري، يعني في على المستوى الاقليمي نتاعو. على كل هذه نقطه. والنقطه الثانيه، الحظائر اللي هي مخصصه لركن السيارات. على كل حال المشرع الجزائري راهو عطاه، يعني في قانون البلديه القديم يقول، على كل حال نتمنى ان شاء الله الجديد يكون عن قريب باش يسهل عمليه الاشراف اللي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي. هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه اللي ناكدوا عليها هي أنه رئيس البلدية هذا لازم أول شيء لازم يستمد العمل نتاعه من ثلاث أشياء. تفضل. اللي هي لو فولوار لو بوفوار، وثالث حاجة اللي هي أو أكي أون في أفار. سافو دير هو راح عنده صفقات عمومية، عنده شركاء اللي هما يعاونوه في البلدية. سافو دير يعني عنده شركاء، كاين شركاء أكيد مش وحده، كاين يعني فيه بارك الله فيك. نعم المجلس. مثلا موضوع الإنارة، راك تكلمت الاستاذ على موضوع الاناره. رئيس البلديه ما راحش يمد وعود اللي هي قريبه الامد. قال باغ اكزومبل من على دون دو سيمان جو في ريغلي سو بروبلام، مي بروبلام ابري دو سيمان ني دو تاتر با ريغلي. سا فو دير كوا؟ سا فو دير كيلي انكابابل دو فير سا. مي كي نرجعوا للموضوع نتاعنا اللي هو لو فولوار لو بوفوار اي ا كي اون في افير. سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو لو بريزيدون دا بي سي يكون ذكي، لازم يعرف مع من راح يبرم صفقه، مع انسان اللي يقدر يعني في ظرف هذاك الظرف الزمني انه يحلوا هذاك المشكل. مش نروح نجيب واحد اللي هو مسؤول على الاناره، ولا عنده شركه تاع اناره، ولا متخصص في شركه الاناره، انه يروح يجي يقعد صافي دير سي البريكولاج، سياسه البريكولاج، سياسه البريكولاج. مي نو، انا قال عندي انا رئيس بلديه ملزم مع المواطن أن نحل هذا المشكل في ظرف قصير. جميل، عودة إليك طبعا الأستاذ حمزاوي سعد. أيضا ما يلاحظه المواطن الجزائري هو رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يأتي على تلك البلدية، الحاجة الأولى اللي يديرها هو يعاود لاسينيسمون، ويعاود أيضا الكليراج. في رأيك أنت لماذا هذا اليوم الأستاذ حمزاوي رئيس بلدية عاود الكليراج، عاود لاسينيسمون إلى ما غير ذلك، بربما مبالغ مالية خيالية تقدر بخمسة ملايير أو أكثر من ذلك؟ يجي الأستاذ هني يعاود نفس المشروع اللي قمت به أنت بعد قبل خمس سنوات، هل لأنه هذه المشاريع فيها سرقة فيها نهب؟ هذا يرجع لعدم تسلسل، عدم مفيش تنسيق بين مفيش تنسيق، مفيش عمل متواصل، ومفيش عمل في عملية استلام من حقبة عمل إلى حقبة عمل، أي من عهدة إلى عهدة، في تسليم ما يخص تسليم المهام، تسليم المهامات والوقوف على المشاريع المنجزة والغير منجزة وإلى آخره. مفيش تواصل في العمل، في عمل المؤسسات حتى على مستوى البلدية. لربما هناك مصالح متضاربة، مصالح سون الغاز، مصالح الجزائر المياه. اليوم الرصيف عبد، بعد شهر تجي مصالح الغاز ولا مصالح الماء تجي تحف، تقيم فيه مشروع تحفر. ما فيش تنسيق بين المصالح وما بين المؤسسات، وبين لازم يكون عمل متواصل، وتكون هنا رقابة، يكون أجهزة. لازم يكون عندنا قوانين تجبر. فيه قوانين، ولكن عدم احترام القانون هو الذي يؤدي بنا إلى الفوضى. وهي نقطة مهمة أيضا تتكلمت عليها. وهي أنه اليوم يجي مشروع مثلا التهيئة العمرانية، مثلا يديروا الطابي كما نشوفوا وكل حاجة، بعدين يجي مشروع تاع سون الغاز يعاود يكسر هذاك وما يعاودش يرجعوا كيما كان.
إذن اليوم غياب الرقابة المحاسبة وأيضا يزم النحيب السياسة تعمر له فمو ينسمه أين اليوم أنت باش نسكتك رئيس مجلس الشعبي البلدي يقول لك عندك الحق عندك لابار ديالك هنا يحضرني أجهزة المراقبة لازم تكون جهاز رقابي نعم ولكن جهاز الرقابة هذا لما تعطي له أيضا صلاحيات وتعطي له أيضا المبلغ مالي المحترم اللي يكون يتقاضى إذا ما عندوش صلاحيات إذا كان السيد هذا يخلص 2500 وأنا كمقاول نعطي له 10 ملايين راح يتبعني أنا ولا يتبعك أنت لا تجلس 2500 هذا كله إذا لابد إعادة النظر في هذه الأمور أكيد نعم أكيد فعلا تفضل اكيد تفضل تعليقك الاستاذ يلا تفضل مثل ما تطرقنا لهذا الموضوع يعني نتكلموا من الواقع نتكلموا من الواقع نتكلموا من الواقع يلا تفضل اكيد ولا بديل عن الواقع ولا بديل عن الواقع اذا كان عندنا الاراده السياسيه اللي يحث عليها السيد رئيس الجمهوريه ويؤكد عليها يؤكد على انه لابد تغيير الذهنيات والعمل بطريقه يعني جديده. علاش قلنا الجزائر الجديده؟ يعني الرئيس الجمهوريه راه يحث على انه الرئيس البلديه وهذا المسؤول وهذا الكف لازم يخدم، لازم يبين، لازم يبرهن. مش جبناك غير باهت يعني تقعد يعني قال رئيس البلديه وخلاص. لا لا لا، لازم تبرهن في الميدان، لازم تكون عندك طريقه عمل، لابد تكون عندك ميثود دو طرافاي، سيتو ميثود دو طرافاي كلاري نات، صافي دير اللي حتخدم المواطن. هذه بالدرجه الاولى، والدرجه الثانيه اللي هي النزاهه وحب الوطن. نعم. والعمل. يتكلمون كثيرا عن تقريب الاداره من المواطن وتقرب المسؤول من المواطنين، ولكن للاسف نشوفوا باللي غايبه وكاين فيه فجوه بين الحاكم والمحكوم. اليوم مثلا رئيس البلديه لما يروحوا باش يستقبل مواطنين يقولوا غير موجود، ها تروح الرئيس الدائرة مثله موش موجود، عنده انشغالات، عنده ارتباطات. والي الولاية أيضا كاين دي جون اللي ما يعرفوش رئيس مجلس الشعب البلدي ديالهم، كاين اللي ما يعرفوش شكون هو شاف دائرة، ما يعرفوش شكون هو الوالي. اليوم كيفاش نتكلموا احنا كمواطن؟ انا ما يتقربش ليا هذا المسؤول، كيفاش انا نقدر اني راح نتواصل معاه ويكون قريب ليا؟ وهذا اذا كان تفضل. وهذا فعلا هذا سبب من اسباب فقدان الثقه. فقدان الثقه، المسؤول عندما لا يتحكم في المسؤولية، لا يلم بمسؤوليته ويوعد ولا يوفي بالوعود تاعه، وما يكونش في مستوى أنا من منطلق الواقع. على كل حال هذا تحليل واقعي. المواطن يحس وأدرى بالمسؤول النزيه وبالمسؤول اللي جا باش يعمل وجاء وعنده إرادة وعنده يعني حب وطن، يحب يخدم الوطن. المواطن يعرف اللي يخدم. نعم. وأيضا رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون قالها بصريح العبارة لدى اجتماعه بولاة الجمهورية، قال بلي أنه عهد البيروات قد انتهى. اليوم رانا نحوسوا على ناس تاع ميدان، رجال اللي يخرجوا للواقع ويشوفوا واش راه صاري في المجتمع الجزائري. شوف الجزائر العميقه ليست الجزائر العاصمه، شوف لما تروح تشوف المناطق يعني 58 ولايه، بعض المناطق والله يندل جبين تقول اون ديري بارانا عايشين في سنه 2021. ولهذا جاءت المناسبة، جاءت مناسبة لاختيار الرجال واختيار المسؤولين، والمواطن أدرى بما في من يضع ثقته فيه، والمواطن أدرى بما بالمسؤول الذي يريد أن يضع ثقته فيه. ولذلك أنا أدعو الشعب الجزائري، أدعو الشعب الجزائري الغيور على وطنه أن يشارك في الحياة السياسية، أن يهب هبة واسعة من أجل اختيار الرجال الأكفاء لينهض وطننا وليكتمل بناء هذا الوطن ولنسمو به إلى مرتبة عليا إن شاء الله، وإلى وتحقيق الأفضل للمواطن. هذا المواطن اللي يكره هذا المواطن اللي يعيش، هذا السياسيين أو الديناصورات السياسية التي كانت في السابق كانت دائما الهدف تاعها وهو تطليق السياسة مع الشباب. كانوا دائما يوهموهم أنه الحياة ليست في الجزائر، الرفاهية ليست في الجزائر، وإنما الرفاهية هي من وراء البحار. نص اليوم شبابنا هم ماتوا في البحر. يلا كلمة أخيرة أستاذ مهني رشيد، تفضل توجهها للمواطن الجزائري والمسؤولين، تفضل لك الفضل. على كل حال مثل ما تفضل الأستاذ حمزاوي، احنا ندعو المواطن إلى التعقل وحسن الاختيار لمنتخبيه. نحن على مشارف الانتخابات المحلية، وهذه فرصة
للمواطن أنه يثبت وجوده، يثبت وجوده بالانتخاب والتوجه إلى صناديق الاقتراع لقول كلمته، الكلمة التي هي فصل ما بين المسؤول والمواطن. يعني المواطن راح يكون عنده دور كبير في أنه يخير المسؤول يحي يمثله على مستوى هذه المجالس. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ سعد حمزاوي. ما علي إلا أن أقول بلدنا عزيز علينا ويزخر بطاقات وبثروات، وما على إلا الشعب أن 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 يبذل قصارى جهده، أن يعمل لكي يبني الجزائر، لكي نبني هذه الجزائر الجديدة بسواعد قوية وبسواعد محبة لوطنها. شكرا جزيلا الأستاذ سعد حمزاوي، ناشط سياسي من ولاية البويرة، على تلبية الدعوة. نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. والشكر موصول أيضا إلى السيد حاج هني رشيد، ناشط سياسي من ولاية البويرة. شكرا جزيلا لكما. نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله تعالى. أما أنتم مشاهدينا على كارم، بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد. نلتقي يوم الاثنين بإذن الله تعالى في برنامج خاص، وأيضا نلتقي في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.